لك على مالك اللي عم يدق الباب؟ هيك العالم بدها بيوت الناس؟ انت معتبر حالك ناس؟ شو بك ناجي؟ لا تغلط. هني كلمتي، ابو نزير بمقام ابي، لا يا سيدي اهم من ابي، واللي بيحط عليه وردي بدي اعدمه حياته. وليش هيك عم تحكي؟ مين دعسلكن على طرف انت وابوك؟ اللي بعد حدا يقوصه. لا يا ناجي، انا ما بعمل هيك. صحيح ابو نزير كان سبب ببركة ابني بالبيت، بس ما بتوصل معي للقتل. لانك وزوز ومالك طعمي. ابو عربي، مو جاي على بالي ابنه بيكون برقبتي واحد نجس مثلك. فهمتها ولا اشرح لك اياها؟ فهمت. اسمع، انا ما بحب شوفه لو بنزير مشعوس. شنو بشتاق لريحة الدم. هذا لابسه شيطان، اذا ما كان شيطان ذات نفسه. ما عم صدق اللي صار، والله ما عم صدق. فكرت إني كرامة عنده، والله هيك فهمني لما طلقني. طلعت يباسة راسه أكبر بكتير من كرامتي وزعلي. لا تكملي وفهميني، شو رح بيصير بجمال؟ لك والله خايفة يتبلوه. لا تخاف، أبو نزير نهى القصة بأرضه مع مأمون. بس بعد شو؟ مسكينة خرب بيتها البنت. بقص إيدي إذا أبو نزير بيحبها. حاصله، إذا صار شي لجمال تعملي فيني اللي بدك اياه، رغم كل شي بعرفه لأبو نزير. ما عاد حدا يسترجع يتعدى عليه بكلمة لجمال. من إذنك. يا والله يرضى عليك، استهدي بالرحمن. يلي صار مو مستاهل تخرب بيتك مشانه، كرمال بناتك ما يربوا بعاد عنك. يا مو بيتي مخروب من زمان، وانا هلا مالي زعلان بنوب، بالعكس متاكد انها بتستاهل الطلاق واني لازم طلقها. معني بحبها وهي بتعرف. هي هي يا مو، هي هي بتحبها. هون حطنا جمال، كرمال هيك يا مو. مثل ما قلت لك استهدي بالرحمن وبلشوا من اول وجديد، وخلونا نطلع من هالبيت النحيف اللي خرب كل البيوت. يا مو انا مصدق انه هاللي عملته مع ملك واللي عملته من جديد شغله ما بتنغفر وذنبها كبير، وانتو هيك ربيتوني وعلمتوني، مو هيك يا ابي؟ معلش يا ابي، معلش. طول بالك ورجع، لأنه الشرع بيقول يا لأنه الشرع بيقول تقضي عدتها ببيت جوزها. بوران بوران وهك يا عمي وهك.